كتجي ندوال لتسليط الضوء على حصيلة الإنجاز لمدة سنة في تأهيل وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الأطلس الكبير، واللي كنطلقوا من المعطيات، ماشي معطيات ديالنا ولكن معطيات اللي جات على لسان السيد رئيس الحكومة في بلاغ اللجنة البين-وزارية الأخيرة، اللي عطى واحد العدد الأرقام واللي عملنا فقط على استنطاقها وقراءتها بمقارنة مع معطيات الميدانية التي تتوفر لدى الائتلاف المدني من أجل الجبل من خلال مناضله ومناضلاته في المناطق المتضررة. فبشكل عام أن المعطيات التي أدلى بها السيد الرئيس الحكومة تبدو فيها نوع من الرضا على ما أنجز، وهذا الرضا في حد ذاته مشكل كبير. إذا كانت الحكومة راضية على ما أنجز فهذا غير مقبول، خاصة وأن إذا أشاد رئيس الحكومة بإنجاز 1000 مسكن، فكم يلزمنا بهذه الوتيرة، كم يلزمنا من سنة أن ننجز ما تبقى من 60 ألف، يعني 59 ألف مسكن؟ هل تلزمنا 59 سنة أخرى؟ المسألة أخرى هو أن الدعم الذي كان مقررا في 140 ألف درهم للمنازل المدمرة كليا و80 ألف درهم للمنازل المدمرة جزئيا، الآن بقي الحديث فقط على 80 ألف درهم، وهذا المبلغ بنفسه فيه إشكالات لأنه مقسوم على 4 دفعات، والدفعة الأولى يجب أن دفعة 20 ألف درهم يجب أن ينجز منها المستفيد أشغال التهيئة والأساسات والأرضية، وهذا غير كافي، وبحسب التقنيين والعارفين بمجال البناء فيلزمها على الأقل ما بين 40 ألف و50 ألف درهم. وطبعا علما أن مواد البناء يعني زادت كلفتها، وتضاف كلفة النقل إلى المناطق البعيدة والخارجة عن المسالك الطرقية. اليوم عقدنا ندوة صحفية لتقديم ملاحظات الائتلاف المدني من أجل الجبل بخصوص عمليات إعادة الإعمار وإسكان ضحايا ديال الزلزال ديال الأطلس الكبير. كان فرصة طبيعة الحال لإثارة الانتباه ديال المسؤولين للاختلالات الواقعية والميدانية اللي مازال كيعيشها المجال الجبلي، خاصة اللي تعرض للزلزال ديال الحوز بعد مرور سنة. الدولة الحكومة كتحدث بأرقام خيالية، أرقام تقدير ديالنا على انها غير دقيقه، الا ما نقول انها غير حقيقيه، مرتبطه ب 95% ديال ازاله الانقاض، وهالعدد ديال الرخص 55000 رخصه ديال ومعها 1000 منزل اللي عاودناه من 55000، يعني على ان الحكومه مع الاسف لا زالت قاصره في التعاطي ديالها مع واحد الملف اللي شكل اللي كيتعتبر قضيه وطنيه من بعد الزلزال، كانت هبه جماعيه بالتوجيهات الملكيه الساميه بالانخراط ديال مختلف المكونات ديال المجتمع المغربي باش نخفوا من الواقع ديال الزلزال اللي توفات فيه 3000 واحد، 3000 ضحيه، واللي خلف الاف الضحايا الاخرين اللي مازال جرحى او اصحاب العاهات المستديمه، اللي مازال مطروح السؤال ديال كيفاش الدوله غتدبر هذا الملف. هذا مازال عندنا الناس الى يومنا هذا بعد مرور سنه مازالين كيسكنوا في الخيام، بعد مرور سنه عدد من التلاميذ مازال ما التحقوش بالمدارس ديالهم، بعد مرور سنه مازال واحد العدد ديال الدواور ما خضعتش العمليه ديال اعاده التوطين ديال الساكنه، الاشكالات مسطريه مرتبطه بالمياه والغابات وغيرها. هذه فرصه بالنسبه لنا احنا كائتلاف مدني من اجل الجبل نذكر بالمطالب ديالنا الاساسيه اللي هي اخراج قانون خاص بالمناطق الجبليه، اقرار سياسه عموميه عادله كتخرج المجال الجبلي من الواقع ديال التهميش اللي كيعيشوا منذ عقود.